مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أداة إنقاص الكثافة دوج تول. تقوم هذه الأداة بإنقاص الكثافة اللونية للجزء المطلوب من الصورة، وإليك المثال التالي. لاحظ هذه الصورة التي أمامك، صورة هذا البيت بلون فاتح. أصل الصورة قبل تطبيق إنقاص الكثافة كانت هذه الصورة حقيقية، وبعد تطبيق الأداة أداة إنقاص الكثافة اللونية أصبحت بهذه الصورة. للقيام بإنقاص الكثافة اللونية ننتقل إلى هذا المؤشر أو هذا الرمز، وهو دوج تول. نحدده، والبروبرتيز أو الخصائص موجودة بالأعلى وهي السايز حجم. ننتقل إلى البيت ونمر عليه بالمرة الأولى بخط أول، ثم مرة أخرى ومرة ثالثة عدة مرات. لاحظ اللون يتغير إلى اللون الفاتح، يقوم بتقليل الكثافة اللونية للون الذي حددناه. بعد أن انتهى هذا قبل وهذا بعد. أداة زيادة الكثافة اللونية بيرن تول. تقوم هذه الأداة بزيادة كثافة اللون للصورة بعد تحديد جزء محدد منها، وإليك المثال التالي. لاحظ هذه الصورة أمامي، هذه التلة بهذا اللون بعد تطبيق المهارة. الصورة الأصلية لها كانت على النحو هكذا، كان بعد تطبيق المهارة تحولت إلى هذا الشكل. للقيام بذلك دعنا نرجع إلى بداية الصورة وأصل الصورة، ونبدأ بالخطوات لتحديد الأداة بيرن تول موجودة في نفس المجموعة التي فيها دوج. وتحدد، تختار السايز المناسب من هذا المكان، وبعدها تبدأ بتطبيق زيادة الكثافة اللونية بتمرير الماوس على الجزء المطلوب بعد الضغط على الزر الأيسر. للضغط عدة مرات فإنه يزيد من الكثافة اللونية أكثر فأكثر في كل ضغطة تضغط فيها بالماوس. نحاول نقوم فيها بشكل سريع فقط للتوضيح. نرى قبل وبعد تطبيق هذه المرة. هذا هيستوري، هذه الصورة الأصلية، وهذا بعد تطبيق المهارة.